ترأس وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبه بالعاصمة عدن الاجتماع الأول للجنة صندوق الجائحة. وأكد وزير الصحة خلال الاجتماع بحضور ممثلي الجهات ذات الصلة وشركاء القطاع الصحي أهمية المهام أمام لجنة مشروع دعم الجائحة، داعيا إلى تجاوز الصعوبات التي تواجه عمل اللجنة وتكرس الجهود لإنجاح مهامها، ومشددا على أهمية مراجعة ما تم تنفيذه والاتفاق عليه من آليات متبعة.